ايه اكتر حاجة تخلي نفسيتي متماسكة قدام؟ واحد، صدمات الحياة. اتنين، تغير الزمن وان انا اتحرك واتطور. الاحسان. ليه؟ الاحسان فكرته انك مش باصص على حد حواليك، انت باصص على ربنا. العلاقات البشرية كلها قايمة على خد وهات. احفظوا مني القاعدة دي. اي علاقة بين طرفين، انا بدي وما باخدش، مش مكمل. زوجين بقى، صديقين، شريكين، واحد في الشركة بيعمل كل حاجة والتانية بيعملش حاجة، لازم الشركة تبوظ. اي علاقة بشرية قايمة على طرفين بيدوا كلاهما البعض، لو واحد بطل يدي العلاقة تبوظ. الاحسان بيعمل ايه؟ انا مش متني من البشر حاجة. في الشغل لو ما كرمونيش ولا رقوني ولا ادوني فلوس، انا هفضل اتقن وابدع، لان انا مخلوق كده هو، لان انا بعبد الله كانني اراه فبطلع احسن ما عندي. ايه التماسك النفسي ده؟ طب مع البشر، كرموني ما كرمونيش، وفوا ليا ما وفوش، ردوا لي الجميل ما ردوش، انا اصلا مش شايفهم، انا ما عادش الموضوع بين طرفين، بقى في طرف ثالث باخد من عنده. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. أنا مش شايفكم أصلا. توجوا ما تجوش، تدوني ما تدونيش، تعوضوني ما تعوضونيش. أنا تمسكي النفسي مرتبط بمالك الملك، بمالك السماوات والأرض، اللي بيديني أقوى تمسك نفسي. عايزة تبقي قوية نفسيا، اعبدي الله كأنك ترى. يحصل لك إيه بعد شوية؟ مش فارق معايا البشر كتير، كل ما تركزي على إنك كأنك ترى، بعبده كأنني أراه، بعبده كأنني أراه. يعني إحنا بشر طبعا بنتأثر، طبعا بنتأثر، لكن نسبة التأثر تنزل للحد الأدنى.